مشاهدي فايس بريس، السلام عليكم. رجعنا لكم من جماعة سيدي حجاج ولاد حصار دوار السي مبارك، وهذه مخلفات حريق المهوي اللي كان شب في هذه المنطقة، هذه في هذه الدوار يعني، ويعني وكان يعني حريق مهوي يعني لدرجة أن وتابعتوا معنا مشاهدي الكرام يعني المباشرة اللي كنا درنا أن عدد من البراريك يعني مشات يعني تحرقات. هذه المنطقة هذه اللي كنا تكلمنا عليها، وحنا كنا جينا بالليل ملي كان الحريق ما قدرناش نصوروا هذه المنطقة. هذه المنطقة هي اللي فيها هذه المخلفات، هذو كان فيها الكرتون الأزبال وفيها هذه الزيت المحروقة. ما نقدوش نجزموا حتى الناس ما قدوش يجزموا واش منين بدا الحريق، ولكن هذه المنطقة وكاين الساكنة وكيكون في هاد يعني هاد الزيوت والمحروقة ويعني والكرتون والأزبال، يعني راه غريب وغريب ما يكونش إنسان عايش وهو عايش بهاد المنطقة وفي هاد المواد. هادي المواد يعني ملوثة، يعني لا تصحة بنادم، راه الإنسان ما خدامهاش لهاد المواد هادي. ولا جينا نشوفوا مشاهدي الكرام يعني بالصورة الأوضح، يعني كما قلنا ملي شب الحريق جينا بالليل درنا يعني صورنا درنا يعني التغطية ديالنا. اليوم كلشي باين واضح. هنا كانت واحد البراكة ديال واحد الدري اللي كان خلا التصريح ديالو حديد الزواج، يعني ما بقى والو كما كتشوفوا كلشي راب. هاد المنزل هذا يعني اللي كنا صورنا وصورنا ولقينا عنده تشققات في الدار. جينا نشوفوا مشاهدي الكرام متابعوا معايا في هاد الياجور هذا، يعني موقف صالح كما كنسمعوا، يعني موقف صالح هاد الياجور هذا، يعني خص إعادة بناء هاد البراكة. هاد الإنسان اللي غيسكن في هاد البراكة في أي وقت غطيح عليه. ولا سمعنا حتى الضربة ديال الياجور بأن كيبان لك الياجور خاوي وكيتفرتت، يعني شوفوا كيتفرتت. يعني ما عند كيدو الناس يعني الا اعادة بناء هاد البراريك هاد. هنا كانت واحد السكنة ديال احد الاشخاص، يعني ما بقى والو كما كتشوفوا، يعني الصورة ابلغ يعني اوضح. نرى كان سكنة ديال بعض الأشخاص، ما بقى والو كلشي تحرق. المؤسف مشاهدي الكرام أننا نوصل لكم الصورة أن كاينين كتب مدرسية ديال الدراري الصغار يعني تحرقوا، يعني كتوبة ديال الدراري تحرقوا، يعني باش يقراوا الدراري هذا، يعني المقررات ديال الدراري تحرقات. العائلات باتت في العراء في عز يعني البرد القاهر اللي كتعرفوا المملكه المغربيه. يعني كنوضحوا لكم كنبينوا لكم حجم الدمار، يعني راه دمار هذا. يعني هاد الناس رجعوا للمنازل ديالهم. هاد المنزل هذا بقى فيه لابابو، يعني الكوزينه كما كتشوفوا مشاهدي الكرام، الكوزينه اللي بقات فيه. الكل تحترق هنايا. يعني هاد الناس كيتسالوا عن المصير ديالهم. لقينا الناس ملي جينا انهم دخلوا المحلات ديالهم، رغم كما قلنا انها بعض من اصبح غير صالح للسكن، ولكن اضطروا انهم يدخلوا لهاد المنازل ديالهم، رجعوا ليها حيت ما عندهمش البديل، رجعوا للمنازل ديالهم كيغسلوا فيها. كيغسلوا في المنازل ديالهم ورجعوا يسكنوا فيها، غامروا بالحياة ديالهم. ها اللي تكلمت عليكم مشاهدي الكرام،
هما هادو هادو راه مقررات ديال الدراري كيقراو. الدراري بقاو بلا مقررات كما كتشوفوا مشاهده الكرام. فهاد الناس هادو راه بداو يخدموا في البيوت ديالهم المهترئه، يعني في اي لحظه قد تسقط. صراحة يجب إعادة النظر فيما يقع في مدينة الدار البيضاء والضواحي ديالها. هذه ما نتعلاش أنا أو هذاك أو حجيت على اللي تعالى أقدر كينا وما انت ما عطاوشك باش تغطى. شوف عندكم الناس مسؤولين بكل حاجه، جا رئيس الجماعه هنايا كتعرضوا تاخذوا حاجه في جهه اخرى، كاع ما بغيت تحيدوا منكم هذا المرض وهذا الفيس. اسمح لي نسولك ابا عافاك، شوف انتوما با نسولك وجاوبنا عافاك. جاو عندكم الناس مسؤولين شافوا حسوا بكم جاو عندكم؟ جاو شافوا بعينيهم، جاو نهضروا في الواقع، جاو شافوا بعينيهم ساعدوكم بشي حاجه عاونوكم شافوا بعينيهم. حد كيقول لك هذا الشيء الاقدار، هذه ما حدك في الدنيا وانت كتشوف كيدوزوا هاد العبرات ماشي ما كيدوزوش، ولكن حلم في خوك كمسلم كأمة محمد صلى الله عليه وسلم كان بحال ايش حنا ما يمكنش واحد يذكر وطنه عيب وعار، ما كنجيبو شي حاجة الوطن ديالنا كالجوارح ديالنا كتحمس، يعني كتبدل يعني كتحاول كيفاش تحقق الصورة ديالك عيب وعار. شو ماشي تحرق لك الوالي ديالك؟ ثاني شويه نتعرق مازال بوالو خويا ما خرجت حاجه، اقدار جيت لقيت الامانه العافيه وصلت ما بقى ما تهز ولا تعبرش على شي حاجه. صافي وليدي كتشوفوا غادي طاج عيب وعار حشومه. اش كطالب اخويا؟ الله يرد بينا. اش كطالب؟ الله يديهم والله يديهم يحطونا كنتقرب بحالنا بحال الناس بحالنا بحال المجتمع. يعني عيتوا من هذه الوضعيه هذه؟ تسقروا بعدا تسقروا في هذا البرد والريحه وهذه عيتوا من هذه العيشه. ما بغيتها شي واحد، ما يبغيهاش الانسان، اي واحد ما يبغيش اخوه. حب ما تحب نفسك حبوا لاخيك كما قال كلام الله عز وجل الحكيم ديال الحبيب صلى الله عليه وسلم. حب ما تحب نفسك حب اخوك تاو. شو ما عيب وعار، ما انت ما خلوش لنا باش نتغطاو، جاو عدتم انا محروقين. اي الاقدار كاينه، الاقدار كاينه، ما نحكموش على الاقدار، واخا تقرا مرتين توصل. حكمه الى حكمه الله عز وجل. لا في السماء ولا في الارض ولا في البحر ولا في ممشيتي اقدر كاينه، ولكن تعاون مع اخوك كمسلم كمواطن بحال المجتمع. حشومة عيب وعار، جات شي حاجه تفرقت اي الله يخلف على سيدنا اي كذا، ولكن عطي لخوك راه مضروره وتا ولا عطي الله عز وجل عطيني باش نتغطى بعدا بحالي بحال العمه مشي تبع ميت صاحب كوفر وانا ما في بالي عافيه ماشي بعافيه كبار في العمر ماشي باقي صغيورين يلا بادين حنا صابرة يعني كبار في العمر شاربين عقولنا اقدر كتوقع. شو ما عيب وعار كاع كيما يعني كتعبر ما كيخلبو ما كيجيش عوج ما كان صافي ما كتبقى تكابطيش باش كتعبر كاع واحد اخر ما بدروش هو يعني ما جاريش شي شعوي قبيح وكاين هو يتعرض وحنا كشعب مغربي هاد الفيس هاد المرض مالو ما بغاش يحيد مالو. شحال عندك ديال الوليدات؟ شحال عندك كورونا ثاني واحد عنده جي معرض كيشقم. شحال عندك ديال الوليدات؟ شحال عندك ديال الوليدات؟ شوف فيا با شوف فيا شوفينا وبشويه شوفينا شوفينا خويا كانوا ما يستر الله وقع الواقعه وقع الطلاق وسارت غادي ماشي الا الله محمد رسول الله. الله يصوب الله يصوب الا الله محمد رسول الله. لا رد بينا الله يصوب الله يصوب لا رد بينا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعينا. جينا للمكان اللي شعلت فيه العافيه اللي هو في دوار مبارك جماعه السيدي حجاج واد حصار. شفنا هنايا مازال هاد الاسر يعني بالعشرات هانتوما كما كتشوفوا هاد الحطام هنايا الناس ما كايناش شافين تدرج على البرد، كاين الدراري الصغار كاين العيالات كاين الناس كبار كي كتشوفوا على الصوره. فعلا جات السلطات هنايا مشكورين بداو كي يعني الازاحه والازاله ديال المخلفات اللي كانت هنايا، ولكن بغينا الحلول كمنظمه حقوقيه كرئيس مكتب هنايا بهذ المنطقه المنظمه حقوقيه. يعني كنشوفوا هاد الناس خصهم المسائل الانسانيه خاص تكون مبادرات باش هاد الناس هادو على الاقل مشى لهم المورد العيش ديالهم. كاين اللي مخبي واحد الرزيق حتى هو مشى هذا قدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك ربطنا اتصال بمسؤولين هنا في القطاع واكدوا لنا على انه ان شاء الله نهار الاثنين
غادي تكون واحد اللجنه هنايا قصد احصاء هاد الناس هادو على المسؤوليه ديالنا، وغادي يتم ان شاء الله يعني الايواء ديالهم بطريقه كما قالوا لي المسؤولين ان هناك شي جهه بغات يعني تكلف بهاد الناس ريتاما يدبروا الشأن ديالهم. فكنشكروا هاد الناس هادو اللي كيشوفونا على المباشر باش يعني يشوفوا من حاله الناس هادو ان ما يمكنش نشوفوا بحال هاد الامور هادي. حنا في الالفيه الثالثه ومقبلين ان شاء الله على الكاس العالم، وكنحيدوا يعني البيشان وكنحيدوا الكراسه وكنهرسوا القهاوي علاش من اجل الجماليه ديال مدينه الدار البيضاء. ففي الكواليس وفي الخلفيه كنشوفوا هاد الشيء اللي تتشوفوا، واش باقي الانسان واش باقي المواطن المغربي كيعيش هاد الحياه هادي. هادي راه في دوك الدول ما غاديش نبقى نهضر بزاف، ما بقاش عندهم هاد العيشه هادي. من متسبب في هاد الامور ويجب محاسبه الناس اللي خلاو هاد الناس حتى كتشعل فيهم العافيه. عاد كنجيو نتكلموا، عاد كنجيبوا الكاميرات ديالنا، عاد كنجيو نتجراو. حنا شوفوا شفنا دموع الرجال، دموع الرجال شفناهم دابا واخا معايا ماشي غادي نبقاو نطبلوا لحتى شي واحد، ما غنطبلوا لحتى شي واحد. سيدنا الله ينصرو كيعطي الاوامر ديالو للجهات باش تكلف بهاد الناس، ولكن للاسف كنلقاو بعض المسؤولين الله يجازيهم بخير اللي كيحاولوا يتصنتوا لينا وكيحاولوا يجاوبونا في الهواتف ديالهم او في المكاتب ديالهم، ولكن الاغلبيه ما كاين حتى شي حاجه. انا كما كنقول يجب محاسبه هاد الناس اللي تستروا على هاد العشوائي تخمر وكبر وخلاو الناس حتى هما كبروا وسط هاد العشوائي حتى تشعل فيهم العافيه. عاد كما قلنا نبقاو نعاودوا الهضره، فالرساله واضحه، الله يجازيكم بخير، اللي عنده شي مسؤوليه يقوم بها. ما كاينش ديك الوعود كاذبه ولا هو حقا وغادي نجيو وكونوا هانين. وغادي تشوفوا معنا 10 ديال العائلات كذلك بعد قليل غننتقلوا لمنطقه الرمليه. اليوم ناس منذ شهور هما في الميكا لحد الساعه كما قلنا كيتنقلوا باش يقضيوا الحاجه ديالهم، ما عندهمش فين يقضيوا الحاجه ديالهم. ففينا هو الدور ديال المسؤولين والمنتخبين وزيد وقيس على ذلك. حنا كلمه حق كنقولوها على العاتق ديالنا، حنا كمنظمه كنتكلموا بامكانيات اللي عندنا، ما كرهناش كون عندنا امكانيات حنا كون رحنا نتكلفوا بهاد الناس، ولكن ما تناخذوا حتى شي دعم من شي جهه وما بغينا حتى شي دعم من شي جهه. كل شيء مشكور اللي عطانا الله من اليات ومن امور حنا كنأديوها على العاتق ديالنا، واللي بغى يقول فينا شي حاجه يقولها. سي زكريا عندي لك سؤال الله يخليك. مرحبا. من نهار شعلات العافيه الناس فين كيباتوا وشنو كياكلوا؟ هما اللي غادي يجاوبوك على السؤال. الحاج فين كتب؟ نعم. انا هنايا. كتبات هنا؟ انا بسمر من بعد. السماء والارض. الارض بارده وبسمر من بعد. برد من فوق وبرد من تحت. نعم. شكرا. كذلك رساله الى السيد رئيس الجامعه، ورساله الى باقي المهتمين بالشأن ديال المواطن، الله يجازيكم بخير، واجب عليكم، واجب عليكم ثم واجب عليكم باش تجيو تشوفوا هاد الناس وتعطيهم الحقوق ديالهم. ماشي كيسعاو هاد الناس، ماشي تيسعاو، بغاو الحقوق ديالهم اللي هي مشروعه. وكذلك باغين السيفي، انا باغين فيني نفسه اللي كاين هو هذا. فكنشكروا كل واحد عنده ضمير حي وكيقوم بالواجب ديالو، والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.